بالأسماء: فنانون هزمهم السرطان، أخرهم فاروق الفيشاوي. وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض. تشابه الحروف والاجتماع في نفس الظروف هو ما يمكن أن يربط بين كلمتين الخوف والخفاء. تعمد البشر على مر السنين لإطلاق أوصاف وأسماء ذات دلالة على كل ما يهبون ذكره، وكان المرض الوحش أحد أوصاف المصريين للعدو الخفي الذي واجههم على حين غفلة طوال عقود بسبب سيطرة الخوف عليهم. ولم تجري كلمة السرطان على ألسنة الناس كما جرت خلال العقدين الماضيين بعد أن ظهر المرض للعلن كاشفا عن بشاعته. عرف الناس عدوهم وفهموا، وشاع اسم المرعب على كل مقوم. يقرع أذان البسطاء والمشاهير والأطفال في كل لحظة مزلزلا أركان المنازل ما انحل في أحد أفرادها. وخلال السنوات الماضية ترددت كلمة السرطان على مسامع الناس علنا كما لم تتردد من قبل، وذلك من خلال إعلانات التبرع لمستشفيات العلاج القاتل المجنون. وكأن المرض لم يكتفي بالانتشار في أجساد ضحايا، ويريد أن يسيطر على فضاء عافاهم الله منه. كان المرض اللعين سببا في وفاة الكثير من المشاهير والنجوم في كل مكان بعد أن حل بهم وانتشر، وكان آخرهم الفنان فاروق الفيشاوي الذي أنهى السرطان حياته ومسيرته الفنية الكبيرة، وتوفى في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بأحد المستشفيات الخاصة بعد صراع مع مرض السرطان دخل على إثره في غيبوبة كبدية لم تستمر طويلا. وقد أعلن فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان منذ قرابة 10 أشهر أثناء حضور مهرجان الإسكندرية السينمائي. وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض. وفي الفيديو التالي نستعرض أبرز الفنانين الذين هزمهم السرطان وأوقف حياتهم وعطائهم الفني. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي النجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار كل فيديو جديد. على رأسهم الفنان محمود عبد العزيز. بدأ الساحر في تلقي العلاج الكيميائي في فرنسا خلال الفترة الأخيرة من حياته بعد اكتشاف عدد محدود من الأورام، يعود بعدها إلى مصر، إلا أنه وبعد فترة أظهرت الأشعة انتقال السرطان إلى باقي أعضاء الجسد، ولم تستطع العائلة إخباره بحقيقة مرضه كي لا تتأثر حالته الصحية، ليرحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016. كذلك الفنان نور الشريف. لم يفكر محمد جابر عبد الله او نور الشريف في الموت ابدا، وفقا لما كشفت عنه زوجته الفنانة بوسي، ما جعله يبدأ في التحضير لعمل فني. الا ان الموت دهمه فجأة دون ان تخبره اسرته باصابته بسرطان الرئة، واكتفوا فقط باخباره بمعاناته من وجود مياه على الرئة. يرحل نور الشريف عن عالمنا في أغسطس 2015 بعد فترة عام ونصف من العلاج. الواحد بيفهم كل التصرفات بتاعت الخوف بتاعت القلق والشدة في وقت عشان احنا نكون منضبطين. الفنان ممدوح وافي اكتشف مرضه بالصدفة أثناء مرافقته صديقه الحميم الفنان أحمد زكي
في رحلة علاجه من سرطان الرئة في الأشهر السابقة، واشتدت عليه الألام في هذه الفترة، حيث كشف الأطباء عن إصابته بمرض سرطان الجهاز الهضمي. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى القصر العيني بالقاهرة يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2004 وفاته عن عمر يناهز 53 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان في الجهاز الهضمي. الفنان أحمد زكي. لم يريد أحمد زكي الكشف لمن حوله عن إصابته بسرطان الرئة، بالرغم من تدهور حالته بعد انتشار المرض في أكثر من منطقة في جسده خلال أيامه الأخيرة، ما تسبب في ضعف بصره ليرحل عن عالمنا في مارس 2005 عن عمر ناهز 56 عاما. الفنان عبدالله محمود توفى يوم 9 يونيو عام 2005 في مستشفى معهد ناصر بعد صراع طويل مع مرض السرطان. الفنانة سناء يونس توفيت في 20 مايو 2006 في مستشفى كليوباترا عن عمر ناهز 64 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان في الرئة والفشل الكبدي، وشيعت جنازتها من مسجد مصطفى محمود، وأقيم العزاء بمسجد الحمدية الشاذلية. الفنان عامر منيب توفى صباح يوم السبت 26 نوفمبر 2011 في مستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز 48 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان دام أكثر من عامين. الفنانة زيزي البدراوي في 30 ديسمبر 2013 تعرضت الفنانة الراحلة زيزي البدراوي لأزمة صحية وكلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين، وعانت الراحلة من مرض سرطان الرئة فضلا عن معاناتها من أمراض القلب وضيق التنفس وشلل الرعاش. وفي 30 يناير 2014 خرجت من المستشفى عائدة إلى بيتها لتصعد روحها إلى خالقها وهي في فراشها بمنزلها في اليوم التالي الموافق 31 يناير. الفنانة فايزة كمال تعرضت الفنانة الراحلة لأزمة صحية ونقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد وتوفيت بها في 26 مايو 2014. الفنانة معالي زايد توفيت الفنانة الراحلة معالي زايد يوم 10 نوفمبر 2014 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهز 62 عاما. الفنانة ميرنا المهندس أصيبت الفنانة ميرنا المهندس بسرطان القولون ورحلت بعد نزيف أصاب جسدها وأدى إلى وفاتها في 2015. وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض. رحم الله الجميع وعافانا وإياكم من هذا المرض اللعين، ونتمنى الشفاء لكل مريض بالسرطان.